بونجور. أهلين. كيف بنت الحلوة اليوم؟ هلا صرت منيحة. إيه عظيم. جي أعطيني صحن خيك، ليه بس عم بياكل بندورة وخيار؟ أعطيني حبيبتي. بدي أحط له مرتديل بحبوني كثير هو، ها؟ رح أحط له معه جبنة كمان. تفضل حبيبي. وأنت نضال، أنت بتحب الخبز الأصفر. بتحبون مع اللبنة كمان، ما هيك؟ في عزبتي. حبيبتي؟ رح أشر لك بيضة لأنه أنت ما بتحبي تقشري وبتخافي على ضفيري. صحتين، يلا كله كله. ها؟ ليك مقلزة. وهي البيضة إلك حبيبتي. أنا أعطيني الكلينكس. أنا بدي آكل زبدة ومربى. يوم ما عيت لقيت حالي ضعفانة 4 كيلو على الميزان. خليوني يحمصوا لك باندومي. لا 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 لا. بكله بخبز فرنجي هيك أطيب. ما بعرف يعمل ليه اليوم، وعي فجعاني.